الهيئة في قاعة الفرد نتاع سوسة. به مني لطيف عضو الهيئة الفرعية بسوسة وأنا مكلفة بالإعلام فيها. بدينا لسه عنا توا من أوائل العشية عنا 100 عون مسخرين لهنا باش يتموا العملية هذه ما بين أعوان فرز آلي وأعوان فرز يدوي، وعندنا مكتب قبول ومكتب ضبط ومكتب مداولات ومكتب فرز محاضر يعني تحقق من صحة المحاضر. هذوما الكل باش في الاخر نوصلوا نخرجوا ان شاء الله نتائج صحيحة. بالنسبة لتقييمك العملية الانتخابية اليوم في ولاية سوسة ابرز ملامح يعني تمت في ظروف طيبة، شنو ابرز ملاحظات نتاع الهيئة؟ ظروف كانت الحق طيبة، إقبال كان باهي، معناها نسبة الإقبال على صناديق الاقتراع كانت نسبة محترمة جدا، معناها تقريبا نجم نقول أعلى نسبة في نسبة إقبال في الجمهورية تسجل. لحد الآن النسبة المبدئية ماهيش نسبة نهائية، لكن في حدود 56-57% من الناخبين توجهوا لصناديق الاقتراع. دونك هذايا معناها تم في أجواء طيبة، سجلنا بعض الخروقات وهو طبيعي باش نسجل بعض الخروقات للصمت الانتخابي، فما بعض المحاولات لتوجيه ناخبين او لتاثير عليهم، وقع التصدي للمحاولات هذه، وقع تحرير محاضر، والمحاضر هذه باش تاخذ المسار نتاعها الطبيعي باش تاخذ فيها اجراءات حسب بيانسور التكييف القانوني اللي باش تكيفوا الهيئه للمخالفات هذه، وحسب مدى جديتها ومدى توثيقها ومدى معناها استنادها الادله ثابته. هذه الكل ان شاء الله باش معناها باش يتوج ان شاء الله بعمليه الفرز اللي باش ان شاء الله باش نعلن على اثرها على النتائج المبدئيه في سوسه. شكرا يعطيك بالصحه.